ويرى الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس رامي الخليفة العلي أن الائتلاف بات الآن عاجزا عن السيطرة على الكتائب المسلحة في سوريا، وقال للعالم الآن: أنا أعتقد أن ما حدث مؤخرا من إعلان من قبل الفصائل المسلحة كان القشة التي قسمت ظهر البعير. الحقيقة أن وضع الائتلاف حتى ما قبل إعلان هذه الفصائل كان وضعا مترديا للغاية، لم يستطع الائتلاف أن يقوم بالمهام الأساسية التي أنشئ من أجلها. كان الائتلاف الوطني يعاني فشلا ما قبل إعلان الفصائل. جاء موقف الولايات المتحدة الأمريكية والتراجع عن ضرب النظام، ثم إعلان الفصائل المسلحة لكي يقضي تماما أو ربما إلى حد كبير على أي دور سياسي يمكن أن يقوم فيه الائتلاف في المستقبل. الحقيقة أن هنالك أطراف كثيرة باتت ترى أن الائتلاف السوري المعارض بات عبئا على الثورة وليس مساندا لها.